أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى ما يتعلق بفقه الصيام. لكن يعني لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لماذا ندرس فقه الصيام ولا ندرس مثلا فقه الحج؟ لماذا؟ لأن العبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الصيام صحيح إلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، ولأن الإنسان قد يقع في شيء من محظورات الصوم أو انسجام يعني أو مفترات الصيام، وهو لا يدرك الصيام باطل. ثم أن الآن الذي يعمل بلا علم، الذي يعمل بلا علم في شبه ما يعمل بلا علم بالنصارى، والذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. اذا هل تريد ان تكون من هؤلاء او من هؤلاء؟ لا. اذا لا بد ان تتعلم فقه السير، هذا سبب اختيار الدوره في فقه السير. شيء ما يعني هذه الدوره تكون دوره ميسره سهله جدا، ونعرف في هذه الدورة منها أشياء معروفة عنها، لكن نريد أن نتلاحظ هذه المسائل. كل واحد من عند الناس ما هو الصيام؟ حكم الصيام حين صيام شهر رمضان، على من يجب الصيام؟ من الذي يجب عليه أن يصوم؟ ما هي مفسدات الصيام أو المفطرات؟ ما هو مستحبات الصوم؟ نريد أن نعرف شيء عن زكاة الفطر، صلاة العيدين، صلاة التراويح، الاعتكاف، صيام النافلة، وصيام المحرم وصيام المفطر. هذه المسائل إن شاء الله تعالى تجمعنا، مهمة جدا. صحيح؟ نعم، نمر عليها إن شاء الله تعالى ونخلص.